يسافيق تو كنا نسموك في الكوليس أغنية رجال المدينة. أغنية مؤثرة ذكرتني في الصبا متاعي في صفاقس، وأغنية مؤثرة جدا خاصة كي نقولها باب جبلي وباب الديوان ونقولوا الربط ونقولوا صفاقس. وين هم رجال المدينة؟ رجال المدينة لعدة أسباب فهمت ولا وقع هاجروا خارج المدينة أو وقع ممكن بطريقة ممنهجة في العهد السابق أو العهد ما قبل السابق لتهجيرهم خارج المدن، لأن صفاقس أصبحت في فترة بفترات لا يتوق فيها العيش. نعرفوا احنا التقدم اللي حصل في الساحل في الفترة حتى في فترة بورقيبة، مدينة المراستير أو مدينة سوسة وهي جزء من الوطن أو الحمامات. نعرف شواطئ صفاقس كانت قبل الكازينو، ونعرفوا احنا اللي كانت بلاج فيريو كان جماعة يجوا يصيفوا من عندنا في صفاقس. نعرفوا اللي احنا حكاية السياب أولمبيكا وحالة التلوث في صفاقس وحالة البؤس. وصفاقس كانت عاصمة الجنوب وعديد المشاريع اللي كانت صفاقس كانت اللي نعرفه احنا كانوا نعرف هذا شخصيا نعرف كان النظام السابق لا يحب صفاقس ولا يثق في صفاقس، يعتبرهم أداة عمل فقط، هي ماكينة انتخابية في بعض الأحيان أو فهمتوا لا كان فما نوع من الاحتقار سابقا ليس الجهوية ولكن كانت عملية ممنهجة من هرم السلطة ما نجموش نقولوا الوزراء الكل السابقين أو كذا، وكان هناك عملية ممنهجة لإقصاء مدينة صفاقس ككل وحرمان مدينة صفاقس من عديد المشاريع. اليوم نعرفوا احنا البوبيلاسيون واحترامنا لمدينة المنستير اللي نحبوها برشا، البوبيلاسيون تاع مدينة المنستير ما تجيش في حي شعبي في صفاقس مع احتراماتنا هي مطالة، لكن انا اقول هاجروا ووقع تهجيرهم، فما شكون هاجر عن طوعية وفما شكون ألزوه للهجرة خارج مدينة صفاقس للتواجد في اماكن اخرى للبحث على العمل او الفرص. اللي تعرف رجل المال وصاحب المال دائما يبحث عن المناطق اللي هي يوجد فيها مناخ طيب للاستثمار، وكان في فترة من فترات صفاقس لا يتوفر فيها هذا الأجواء، كما أن أسباب المعيشة لا فما رفاهية لا فما ترفيه الأطفال على مستوى ممكن صفاقس حافظت على مستوى نسبة التعليم، وخاصة نشكر بالمناسبة هذه المربين والمعلمين والأساتذة والأساتذة الجامعيين على ما قاموا به في مدينة صفاقس بنحت شخصية الصفاقسي اللي هي خاصة به، ولكن في المقابل نعتبر صفاقس جزء من الوطن، وما غير صفاقس تونس ما عندهاش القلب النابض، وصفاقس جزء لا يتجزأ من هذه من هذا الوطن اللي نعتبروه للكل لازمنا نعيشوا فيه، ونعتبر صفاقس ظلمت برشا برشا ونجموا نتطرقوا لعديد الاشياء المواضيع. عطنا مساحه كوالد سي شفيق بعد غياب على الساحه الاعلاميه، شفناك في برنامج لمن يجري فقط مع سمير الوافي. ايوه فما نقطه خذيت بوليميكا كبيره والكتاب من البرويطه للجبار، اعطينا ملخص صغير. هي تجربه عصابي او الباب، هي العنوان للبرويطه للجبار وعنوان مثير، وتجربه عصابي انسان كيفاش يبدا فقير بعدين يتحول من البرويطه للجبار. مش نحكي حكيت فيه على التطورات شنو الفرق وقت واحد عنده برويطه وشنو بعد ولد عنده جاكوار، حكيت على المساحه المتفارقه او المتقاربه احيانا بمنسوب السعاده او منسوب الحزن او منسوب الحب من البرويطه للجاكوار، فيها عديد المعطيات يعني. عديد الرحلات هي حياتي متسارعه جدا، حياه ايقاع سريع جدا، لاني في العمر هذا 45 سنه المفروض نكتب كتاب عمري 70 سنه ولا 75 سنه، مش نكتب عمري 45 سنه. هو الكتاب فهمتي ولا ممكن بيبعث الامل لبعض الشبان من الأحياء الشعبية في عديد المدن بيبعث الأمل، لكن سأكون صريحا ونزيها في هذا الكتاب كي لا أزور التاريخ أو أنزه نفسي، حتى جرمت في نفسي أو قمت بعملية جلد لنفسي فيما أستحق من الجلد، وكنت صادق في هذا الكتاب، وإن شاء الله سيصدر الأسواق قريبا ممكن في بداية شهر 12 سيكون موجود في الأسواق، والكتاب سيكون بمعلوم رمزي ليس غاية تجارية منه، هو من البرويطة للجاكوار، هو عنوان يوحي مثير للجدل، هو تجربة عصابي فهمت ولا لبعث الأمل لعديد الشبان اللي ما يأسوش، لأنه أنا بالنسبة لي نامل بالحلم ونامل بالتحدي، والحلم والتحدي والامل اللي كان يفقدهم اي انسان يقول لي ما عندوش حتى قيمه،
أنا بالنسبة لي نأسف لعديد اليوم نشوف في المقاهي في عديد الأحياء الشعبية، مش كان في صفاق سبرك في القصريين، في ممكن صفاق اليوم محظوظة أمام عديد المدن من القصريين الكاف جندوبة اللي هم جزء من هذا الوطن اللي احنا مطالبين زادا كرجال أعمال صفاقسية باش نقوموا باتجاهنا تجاه الوطن، وعندنا واجب لازم نقوموا به في المقابل كما نطلبوا من الوطن أن يقوموا بواجبه تجاه مدينة صفاقس. احنا كرجال أعمال وقطاع خاص بحكم العولمة يلزمنا نقوموا كرجال أعمال صفاقسية، من استطاع إليه سبيلا، من عنده المقدرة باش يستثمر اليوم في عديد الجهات. نعرفوا احنا عندنا عديد رجال أعمال مستثمرين البرة في الخارج، نقولوا الماء اللي ماشي للصدرة زيد الربيع، المهم هذوما أبناء جلدتنا، أبناء بلدنا، أبناء وطننا، القصريين تالا، القصريين سيدي بوزيد، نمشيو للجنوب تطاوين، مدنين، قابس، المدن بن قردان، المدن الحدودية اللي هي خاصة تتجاوز تقريبا في 8 أو 9 ولايات على الحدود الجزائرية التونسية، وهناك فقر مدقع ساعات تصدق اللي ماهوش موجود في تونس، أو الأحياء الشعبية الملاصقة كما قلت نشوفوا تو حي التضامن في تونس أو حي البحري أو حي طريق المطار ولا نقول نحكيوا حي الفيتنام ولا نحكيوا فهمتي ولا على الربط ولا نحكيوا هذه أحياء زاد فهمتي ولا تقول عليك ساعات خارج من فهمتي ولا ماكش في مدينة كما مدينة صفاقس اللي هي مدينة عريقة. أعطونا السبب سي شفيق اللي خلى رجالات أعمال الصفاقسية هم مش موجودين في صفاقس. القوام الأكثرية في العاصمة، أنت حكيت على المدن المدن اللي على الحدود. هو عديد الأشياء، فرص الاستثمار في تونس مريحة، فرص العيش في تونس أرتح من جانب، لكن الإيقاع عند تونس العاصمة والإيقاع عند المدن الساحلية هو إيقاع، لأن احنا اقتصادنا نسيجنا الاقتصادي في الأخير في خاصة في 25-30 سنة الأخيرة تبنى على السياحة، وصفاقس ما فيها السياحة. وفما شكون مثلا أنا ما زلت لي مصارع في صفاقس ونشتغل، وعندي ما نحبش نقول 1000 عامل او 1200 عامل يشتغلوا في صفاقس، وما زلنا نقوموا تجاه مدينتنا، وهذا يواجب علينا ومن غير مزيره، مش معناتها اليوم اللي يعمل حاجه نقول له يعطيك الصحه، نجموا نشكروه نجموا نسجلوه. اما بالنسبه للجلوبال مو سي شفيقه، جلوبال مو هي حديث العوام، البيئه، تهميش مدينه صفاقس، البؤس اللي يجي في صفاقس، الصفاقسي بطبعه زاد بيتوتي شويه، المناخ فهمت ولا احنا يلزمنا نغيروا ما يغير الله بقوم حتى ما يغيروا بانفسهم، لانه احنا ما تو بتتعلمنا. احنا قبل كنا على 20 سنه نشوفوا طفله تتكيف في قهوه تجينا غريبه، نشوفوا فهمت ولا امراه تشرب في قهوه نطعنوا في شرفها، اللي تخدم حجامه نقولوا عليها مش باهيه. احنا زاد يلزمنا نغيروا شويه في رواحنا، في العقليه، في العقليه، لان احنا عندنا عقليه اللي هي تعتمد على الرطوبه الهادئه على التربيه الزايده اللي أوفر دوز في التربية. اليوم الإنسان يعيش طول حياته كاملة، الحياة البارحة أنا من أجمل اللحظات اللي عشتها نشرب في قهوة أنا ولدي، لكن بالنسبة للصفاقس بدأت نحس فما مقاهي جديدة، أماكن جديدة، بوادر ما عند الخواص، منتزهات، لكن ما فماش على مستوى الدولة البنية التحتية باش تقوم بمدن ومدن ساحلية. صفاقس اليوم تستحق أوتيلات على البحر، صفاقس نعرفوا شواطئها تمتد على 130 كيلو على البحر، لكن ما عندناش أوتيل، ما عندناش بحر. ان شاء الله بمشروع هذا السياق اولمبيكا اللي مش تنحاو وصفاقس تتصالح مع محيطها، وزاد نتصالحوا مع انفسنا احنا كصفاقسيه، احنا ننصحكم كشبان معناتها يلزمكم نقبلوا الاخر. اليوم الديموغرافيا تبدلت، ما عادش نحكيو بلغه الصفاقسي، انا نعتبر كل انسان تولد في صفاقس اللي هو صفاقسي. انا فما ناس اللي جات ابوه جا من سيدي بوزيد او من القصرين او كذا في الحياه الشعبيه وتولدوا في صفاقس. اليوم نعرفوا الفيراج نتاع السي اس اس اللي 80% نتاعو الكلهم مش منذ وصول الصفاقسية، فما نزوح سلبي ونزوح إيجابي. احنا جانا عديد النزوح الإيجابي اللي شاركوا في الحركة الاقتصادية وشاركوا في البناء وفي المعمار وخدموا في المرمى وتعبوا، ونعرفوا احنا الصفاقسية ما عادش فما حتى برمجية نقولوا سلوات قبل متاعنا ما عادش فما، ولهذا احنا نقولوا معناتها اللي احنا زادة عندنا دور يلزمنا نلعبوه، ونعول على الناس الجديدة والشباب الجديد باش يقرأ تاريخ صفاقس ويبني على الأخطاء. أنا نتسأل سؤال، علاش اليوم جبليانة تبعدين 40 كيلو على صفاقس يحبوا 40 كيلو متر يحبوا الاسبيرونس، الحنشة يحكي ويحبوا الفمت ولا براتيك موكريب أفريكا، عقارب يحبوا الإطوال، فما أسباب لابد من التطرق إليها، وفما مشكلة تبوة كلمة نجموش نحكي عليها، قد يكونوا أجدادنا قاموا بأعمال باهية وخيرة وغرس الزيتين أو معمار صفاقس وكان عنده رونق آخر، لكن في المقابل كان عندهم سلبيات وكان عندهم تمييز، نوع من التمييز احنا ما نحبش نقوله عنصرية، كانت عندهم خلفية لا يقبلون الآخر
وخاصه يقبلوه في التجاره، يقبلوه في المعامله، لكن لا يقبلوه في المعايشه او في المصاهره او في التعايش. وهذا ما ترتب عليه عديد الحساسيات لدى عديد الناس. واحنا يلزم الانسان، وكانت هذا مفهوم البلديه، مفهوم البلديه كان موجود في تونس العاصمه، كان موجود في سوسه، كل مدينه في الكاف، مش كان خاص بالصفاقسيه، وخاصه الصفاقسيه كانوا يتزوج. انت تشوف بلدي قبل، كان احنا البلديه بين التوانسه، البلديه تونس وبلديه صفاقس، كانت فما عمليه تزوج، لكن اللي يبعد عليه 16 كيلومتر ما كانش يعطيه بنته. وهذا ما خلق نوع من الحساسيات ونوع من 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 النقمه. ولكن زاد احنا كشباب ما زالت اليوم نلاحظ في صفاقس تلقى ولد فلان ولد فلتان ولد السلامي ورقيق والقلال والجرايم مع بعضهم، وبعض الألقاب الأخرى اللي هي تعتبر من سكان مدينة صفاقس ومن مواليد صفاقسي، من مواليد صفاقس، ويأكلوا الشرمولة والعيد المالح والعلوش ويحتفلوا ويحكيوا الأكسون صفاقسية. في المقابل نلقاهم متجمعين طاولة بجنب الطاولة ولكن لا يتخطبون. هذا نوع لابد من تكثير بعض النوادي ودمج، لأن الديموغرافيا تبدلت، وحتى واحد مكتب في صفاقس على الديموغرافيا تبدلت، وشني الأسباب النفسية اللي خلات تأزم الوضع داخل صفاقس. وتحس صفاقس كتر واحد تلقى نوع من الحزن ونوع من الاحتقار للآخر ساعات، معناتها فما نحسوا في صفاقس فما ناس مازالوا يعتبروا روحهم من الجنس، بدون ذكر حي بعض العائلات، يعتبروا روحهم من الجنس الآني، معناتها كما يقولوا راس، معناتها حاجة معناتها دم اخر او عرق اخر، لا وقتها مش صحيح. وقت احنا كنا نحب نتكلموا، احنا كنا مسلمين وكنا سنه وكنا عرب وكنا، معناتها ما فماش. وحتى ان كانت هناك ناس لن تنتمي الى الاسلام او العروبه او ديانات اخرى، لازم نحترم بعضنا في نطاق ما يكفلوا فهمتوا ولا ديننا وما يكفلوا الدستور هذا يمتى الجمهوريه الثانيه، ولازم نتعايشوا الناس الكل. معناتها اليوم احنا نعرفوا حتى في تاريخ الحركه الوطنيه كانوا عديد من اليهود كما جبار نقاش، كما عديد الناس اللي قاموا وساهموا فهمتوا، ولا حتى في النضال ضد بورقيبه وضد ضد ما يسمى كان بحريه التعبير، ضد بورقيبه او ضد بن علي في عديد المناسبات. صحيح سي شفيق، وعدت في برنامج لمن يجرى فقط، بس تبرع بثلاث سنين حبس، تنجم تبدلهم وتتطوع بثلاث سنين خدمه في صفاقس؟ والله شوف، هو انا المفهوم هذا حبيت نعطيه التفسير هذا، ايش معناته ثلاث سنين حبس؟ ولا برشا ناس لما تعبير مجازي، لا تعبير مجازي، هو تعبير مجازي شفيق الجراي خلينا ناخذوا كبش فداء باش نقضوا على الفساد، اضرب كيما يقولوا العروسه تخاف القطوسه او بالعكس. باهي انا بالنسبه لي، ولا ضرب القطوسه تخاف، انا بالنسبه لي حبيت نفهم راهي ماهيش شخصنا ومتى تشفي، انا ما عنديش علاقه بالتجاره الموازيه وخدمتي كلها في الصناعه او في التجاره العالميه او في الخدمات او في المقاولات او في البحث العقاري في مجالات عديده، وهناك عديد عمليه تشهير من يقوم بتشهيري او التنقيص مش من قيمتي انا من الاعمال التي اقوم بها، ولكن هذا يدخل من باب الحسد، يدخل من باب الكراهيه، يدخل من باب الحملات الاعلاميه المتكرره والممنهجه، لاني معروف بالشخصيه من يقولون عني، لان انا لست اقول عني، اقول عن نفسي مثقف او اقول شخصيه المثيره للجدل، لكن في المقابل لاني جريء واتكلم، ولم يتعودوا من صفاقسي باش يقول. هذه مشكله زاد راه فهمت ولا، واكثر تسبانه بالمناسبه يجيني الاكثريه من جهتي، ولكن ما تنساش بعد ما جهتي قال يتسب، معناتها كي نجي نشوف انا كي نشوف الساحل ايش يقول فيا وايش يقولوا فيا جهتي، نلقى جهتي ازيد الناس تسبني، شباب ممكن على حسن نيه، وهذا انا يألمني. لكن انا بالمقابل لما ننزل للشارع نحس بقيمتي في حومتي وفي الاحياء الشعبيه، اللي انا بالنسبه لي مدين لهم الاحياء الشعبيه لانهم يحترموني، عندي مساحه من القدر ومساحه من الحب. ولكن زاد مش الاغنياء الكل تكرهني ولا ما تحبنيش، نجموا نختلفوا في الراي، اما مش يوصل اسلوب الى الكره او التشويه او الحقد الى اخره. نحترم كل اهالي صفاقس، نحترم كبارات صفاقس، نحترم اللي اكبر مني سن في صفاقس، صفاقس برجالها سابقا واليوم وغدا ستكون دائما مدينه. اليوم مدينه صفاقس نعرفوها مدينه عريقه، تاريخ متاع الاف السنين. صفاقس ان شاء الله اننا نفرحان اليوم بوجود مجموعات من الشباب لتنشيط اليوم صفاقس العاصمه الثقافيه. على ذكر صفاقس العاصمه الثقافيه، ايوه، وصفاقس كانت ملف بارز لاحتضان الالعاب المتوسطيه 2021. حاضر نحكي على ملف صفاقس العاصمه الثقافيه العربيه، ما شفناكش حاضر، لم توجه دعوة ولا لا لم توجه للدعوة، لم توجه للدعوة من الهيئة الموعدة، ولكن هذا ما يمنعنيش صفاقس محلولة أمامي باش نجي في كل وقت. لم توجه للدعوة كعاصمة ثقافية،
هي مع التقصير منك انت أقول. لا مش بالتقصير، انا بالنسبه لي روحت ما عنديش، كان جمعتين في صفاقس، بعمل دوره في صفاقس وشفت بعض التحصلات في صفاقس، شفت عجبتني وصل البلاد، وصل البلاد عجبني باب الديوان باب الجبلي، نحس فما شويه نظافه ان شاء الله يحافظوا. تبع في مشروع الكنيسيه ريت المكاتب تاعو تغييرات، شفت شارع الهادي شاكر كيفاش نحاوها الاكشاك وتنحات بعض الناس، ان شاء الله المسرح اللي هو المسرح البلدي فهمت ولا يتم اشغاله، اللي نعرفه يتطلب تقريبا حوالي 4 مليون دينار فهمت ولا، لانه المسرح وقاعات السينما نعرفه سينما الكوكب وسينما كذا. انا كنت مؤمن بعديد نتالم لان صفاقس تغيرت، صفاقس بكل صدق احنا نقولها صفاقس بصوامعها وصفاقس بحاناتها وبكنائسها وصفاقس بشوارعها الجميله، صفاقس كانت بلد تتعايش فهمت ولا الناس الكل. ان شاء الله انا اقول برشا حتى صفاقسيه موجودين حتى من غير الديانه الاسلاميه عايشين لبرا ويحبوا يقول لك جدار صفاقس. حتى نحكي على الملف في صفاقس لحتى ظهرنا لعب منتصف 2021. انا الملف السي شفيق ما شفناش، انا ما كنتش مقتنع به لاني نعرف المدينه المنافسه اللي هي وهران. اللي هي وهران يعني ما حاولتش من لما البعيد لما قريب؟ حاولت من البعيد باش ندعم، وكان ثم اتصالات وكان مع بعض الخيان اللي هما كان وخاصه سي منصف السلامي، لكن كنت نعرف الطرف المقابل وفما احتجاج كان في المقابل. المجتمع المدني هو اللي حرك الدوسي، حرك يعني الدوسي يحركوها اولاد صفاقس اولاد المجتمع المدني هو جزء من صفاقس، والمجتمع المدني كيحرك صفاقس وهران، والدوله ما عندهاش الامكانيات باش تحضر الالعاب. دولتنا دوله فقيره وليس لها الامكانيات باش نشوفوا نتعصبوا زاد على الدوله، نحبوا ما يهمناش. عملتوا في راتس، عملوا في راتس باهي الله يبارك، لكن اليوم انا كيما نقولوا عندي ولدي قبل كان لاباس عليا، خديت لولدي كوستيم بزوز ملايين، اليوم ما عادش عندي. ما عندناش الامكانيات. ما عندناش الامكانيات، والملف الاخر الامكانيات نتاع الجزائر ومدينه وهران. انا نعرف مدينه وهران مدينه جميله جدا ومدينه فيها امكانيات رهيبه، وملف كان متكامل وكنت مقتنع اللي هو ما تسالش العبره في المشاركه نقول. وما زال القادم لانه فما اجيال فهمت ولا صفاقس تنقصها مدينه رياضيه. على ذكر المدينه الرياضيه، أيوة. انت قلت انه ما عندناش لا بحر لا عندنا وتلا، عندنا ممكن استاد الطيب المهيري فقط في صفاقس المتنفس الى صفاقسيه كل، والمدينه الرياضيه لا يزال حبر على ورق حلم يكاد لا يتحقق. ما عندناش رئيس بلديه نشط، ما عندناش مكتب الانتخابات البلديه، انا اتخيلها ان ممكن غدوا راح نعملوا بارتنريا ونجموا نجيبوا حتى مستثمر اجنبي، لان الرياضه تحولت الى عول ما نعرفوا احنا في المدينه الفرنسيه وعراقه النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، كيف اليوم القطريين يستثمروا فيه. لابد من الاحتراف، احنا في مرحله نص الاحتراف. انا نقول غدوا راح تلقى مستثمر اجنبي يبني لك مدينه رياضيه، انت اللي يهمك كون تلقى تدخل تلقى ملعب وتلقى كرسي والى اخره. احنا مازال عندنا التعلق بالملكيه، مازال عندها التعلق بكذا. احنا اليوم مش نمشيو للاحتراف، هو اسمه النادي الصفاقسي والبي جي قاعد اسم البي جي يملكها شكون ما يملكهاش نعرفوا احنا. البي جي باريس سان جيرمان شنو اللي صار فيها، وعديد النوادي كما تشيلسي كيفاش برزت كيف فتحت امورها في ولات في البورس ولات كذا كوتي بورس، يعني معناتها احنا نوعا ما نحبوا كل شيء ولكن نحبوا كل شيء نتاعنا. هذا يلزم بشوي بشوية يتغير، وخاصه لدى شيوخنا احنا نقولوا او رجالاتنا الكبار اللي مازالوا ما نفرطوش في رزقنا وما نعطيوش نتاعنا وما نهزوش نتاعنا الى اخره. يجب الاخر حقه المدينه، يعني انا من حق صفاقس، لكن الدوله اللي كان عزت فما مستثمرين اجانب وفما دبلوماسيه محليه دور النيابه الخصوصيه في بلد صفاقس ما عندها مش تعطل، مساكن مضروبين على اليدين ليس لهم الصلاحيات، الدولة ما عندهاش. أما أنت كنت تجم تجيب مستثمر، تجم تمشي تعمل عديد الأشياء موجودة في صفاقس، عديد الأماكن اللي هي مثلا لم تستغل كما شط لقراقنا في صفاقس، عديد الأماكن ما عندناش شكون، ما جاش إنسان جنتلمان جاء عنده نظرة اقتصادية ياخوها كمؤسسة اقتصادية بلدية صفاقس، ما ينظر لهاش كبلدية في النظافة في البيئة في الاستثمارات. دور المجالس المحليه والدستور والصلاحيات اللي مش يعطيهم المجالس المحليه اللي مش يكون حتى المحافظ يكون منتخب والوالي يكون منتخب والمجلس الجهوي يكون منتخب او الوالي بالتعيين مانيش عارف بالضبط مانيش حافظ الارتيكل بالضبط في الدستور، ولكن البلديه ومحافظ البلديه والمجالس المحليه هي اللي مش تعطي الامكانيات مش يجي مع التغيرات. عنده مساحه من الدبلوماسيه يقدر يجيب مستثمر ويفوت ويبيع ويرهن ويعطي، وهذا من شأنه ان يخلق، واحنا شاطرين الصفاقسيه في الامور هذه، وانا نقول لك مش نفوتوهم بعد الناس. فهمت ولا مش نختموا بالسؤال الاخير على جهه الصفاقس، قلت انت قصرت
شنو قصرت اهم النقاط اللي تعتبر انت ما قصرت في عدم تواجدي في صفاقس، قصرت في جهتي بحكم التزاماتي المهنيه، قصرت كنت نجم نعمل ازيد مشروع في صفاقس، كنت نجم زاد قصرت في السنه الفارطه لم اساهم في اي دينار في نادي صفاقس ما عدا ظهر لي اللوج اللوج عم ناول فقط السناس اساهم مع السيد منصف خماخم ووعدت وانا باش نساهم معاه ومش ناقف معاه ومش كان من عندي انا من عند بعض رجال الاعمال. عندنا جلسه ان شاء الله في الاسبوع القادم انا وسي منصف السلامي لتكوين ممكن هيكل لجنه الدعم في هيكله جديده. كان عن جهه صفاقس نحكيو على المتنفس الاول للصفاقسيه اللي هي السي سي في المقوله الشهيره المنصف السلامي. عندنا العيد الكبير العيد الصغير والنادي الصفاقسي. اخر ظهور ليك على المشهد الرياضي كان تاريخ 29 جويليه 2016، وقت بعثت به رساله وتصريح للشارع الرياضي في صفاقس ودعيت فيه رجالات النادي للالتفاف ودعيت نفسك اول واحد، لكن لقيناك غايب. لا مانيش غايب، دعيت نفسي للمساهمه، قلت قصرت في حق النادي، ما دعيتش ما لمحتش باش نكون على راس النادي الصفاقسي، لاني بالنسبه لي اللي نشوف روحي مانيش الرجل المناسب. صفاقس تعج بالاطارات والكفاءات، وبالمناسبه نحيي منصف خماخته على شجاعته او من ترشح حتى في القائمه الثانيه، نحييهم على الاسلوب الديمقراطي اللي مارسوه في الانتخابات. انت يستناوك سيسي. لا انا مانيش الرجل المناسب على الاقل في وقت الحاضر. نادي صفاقسي اكبر مني في الوقت الحاضر، نادي صفاقسي تستحق واحد موجود في صفاقس اكبر مني من ناحيه الجهه. نادي صفاقسي جمعية كبيرة، جمعية عريقة، جمعية اليوم مش تعمل 90 سنة، عم جاي نحتفلوا بتسعينية النادي. نادي صفاقسي جمعية لها مليون محب أو فوق المليون محب، بالصفاقسي تحسبهم في الناس كل، فما فرق بين الجماهير والمحبين لنادي صفاقسي. تحب لها الإقامة في مدينة صفاقس، تحب لها التفرغ، وأنا كثير التنقل في الخارج ونعيش في تونس وعندي وضع عائلي زاد خاص كون أولادي فهمتي ولا يقرأ. التخوف تنجم تقول سي سامي؟ لا لا أنا ما خفتش، أما أزيد حاجة احترمت نفسي واحترمت جهتي، لكن في المقابل اللي وعدت به في البيان اللي هو قلنا لابد من الالتفاف، هذا اللي مش يصير ان شاء الله في الاسبوع القادم، في خلال الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر، هو اللي لم شمل العائله الصفاقسيه خاصه هيئه الدعم. في مش نشوفوك في هيئه الدعم؟ لا مش نكون ان شاء الله موجود فيها، انا عمري ما خرجت من هيئه الدعم. عم ناول ما عطيتش وما قصرت في حق جيتي، زاد حتى الرئيس ما اتصلش بيا باش نعاون. علاقتك مع لطفي عبد الناصر في الشيء؟ علاقه السنة هذه كعلاقة ممتازة جدا، لكن السنة عندها سنة ما بيناتناش حتى إشكالية، لكن فما شوية جمود في العلاقة، ما هوش علاقة كبيرة بيناتنا، كل واحد وثنيته، ممكن اختلفنا سياسيا أو اختلفنا في عديد المواقف. سمعت بعض أخبار إن شاء الله ما تكونش صحيحة على مستوى إدارة النادي والديون المتخلدة بالنادي، لأني اتصلت برئيس النادي ومكنني من بعض الأرقام الشفائية اللي هي فجعتني، يقول الديون فوق ال 20 مليار واللي أنا هي وينك قبل الوقت فما الديون هذا واللي صار في السي سي في العقيدة اللي في لا 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 أنا نبدا وتسلسلي بالنادي الصفاقسي وتاريخي بالنادي الصفاقسي. التحقت باللجنة العليا للدعم عام 2000، كنت 2000 بعدين كنت من الناس المدعمين لصلاح الدين الزحاف في رئاسته الأولى. برشا عباد ما تعرفش الشيء هذا. أي أنا التحقت باللجنة العليا للدعم سنة 2000، اليوم انت نحكي ورا 16 سنه في الهيئه العليا للدعم. التحقت نتذكر في الاجتماع اللي التحقت به اللي هو كان في نزل ابو نواس واللي هو كان في تونس العاصمه، كان حاضر فيه روف النجار. بالمناسبه هذه نتوجه له بالشكر السيد سعاد البوصصار ربي يفرج عليه، السي مختار الفخفاخ رحمه الله، وعديد الشخصيات هذوما سي محمد علولو، لطفي عبد الناظر، منصف خماخم، هذوما شخصيات للذكر ليس للحصر ويطول القائمه. وكانت في الاجتماع ذاك لما شد صلاح الدين الزحاف، وهذا سي محمد علولو يشهد به ويشهد به عديد الناس ومنصف خماخم، كنا احنا وقتها ننشطوا داخل معرض صفاقس ضد وندخلوا ننشطوا في اتحاد الجهوي للصناعه والتجاره، انذاك كان رئيس منصف خماخم، وقمنا بعمليه جمع المال. نذكر في الظرف هذاك رقم 300 و 400 الف دينار في بدايه اللي بدايه صلاح الدين الزحاف، وبعدين جبت له انا السار اكاديميه الاولى. هي من 2000 ل 2016 عاونت سي سي بقداش؟ اللي نقولوا انا نقولوا مليارات. بقدرها؟ مليارات. نقول مليارات مليارات. نعتبر اللي كان تقول واحد اثنين ثلاثه في ال 15 سنه الاخيره شفيق جراي يكون فيه. اللي كان نقولوا واحد اثنين ثلاثه، مانيش انا الاول. نجم نكون فهمت ولا اللي كان نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة مش تلقاني فيهم، واللي كان مش نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مش تلقاني فيهم.
يعني في العائله في العائله الكبيره من الارقام الكبيره. واكبر دليل هو صفقه ماهر الحداد في 2010 اللي قمت بها انا ب 450 الف دينار. وماهر الحداد ما در علينا من اموال وكانت بادره في شهر ديسمبر قول الثوره. ولقيت التجاوب وقتها مع الهيئه؟ لا مش لقيت التجاوب. وحتى نوفل الزحاف انا من الناس اللي جبت ما نقول جبته انا ما من الناس اللي انا شادينا فيه. نعرف نوفل الزحاف وضعه الاقتصادي جبناه لانه كان متفرغ وعيش في صفاقس وما كانش له اموال. جبناه بحكم يفهم الكرة بحكم ماهوش بعيد على المجال الرياضي هو سي عماد المسدي ودعمناه موقفنا. وكانت المساندة وكان المساندين رقم واحد ورقم اثنين انا وسي منصف السلامي دائما وسي بسام لوكيل. هذه الارقام ولطفي عبد الناظر هذو من الرباعي الذي يتداول بينه الرقم المالي. ما احنا ما حنش نحكيو على الرقم المالي. لا لا انت سالت لا لا لا, لا هو هو مش هو مش فخر هو واجب واجب تجاهنا واجب تجاه نادي الرادي الصفاقسي واجب اتجاه ما نقوم به تجاه جهتنا. صفاقس هي مدرسة نادي صفاقس هو مدرسة رياضية تربوية تنقص من عديد الأشياء. تنقص من الإرهاب تنقص من الفساد تنقص من المخدرات. هو مدرسة كبيرة مجتمع هو تفرهيد هو يخلق لك نوع من الفرحة والبهجة في صفاقس. أنا أقول الكلمة المشهورة لسي منصف السلامي اللي هو العيد الكبير والعيد الصغير والواحد هذه العيد عند الناس الكل. النادي صفاقسي هي الوحيدة المتنفس هي قبل العيد والعيد الصغير لأنه يعني العيد الكبير والعيد الصغير يجي للمهدية ويجي للجبليانة ويجي فهمت ولا في تونس ويجي يحتفلوا به جميع المدن. احنا صفاقس العيد الكبير متبطعين به ما جابناش دي بليس. بون سي منصف السلامي نشكروه على دعمه المتواصل والمتواصل على جدا على على ذكر منصف السلامي رجع مرة أخرى على الساحة رجع الساحة الرياضية. هل أنت تنجم تقول هذه رسالة مشفرة لطفي عبد الناظر بعد الخلاف؟ لا 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 لا, لا, لا علي على لطفي عبد الناظر إلا أن يصلح وضعيته ويوضح الأمور. فما عديد الأمور غير واضحة ومش نقوم بمساعي حثيثة بين لطفي عبد الناظر ومنصف خماخم لأن هناك جمود حسيت بنوع من الجمود بين منصف خماخم ولطفي عبد الناظر. ومنصف السلامي دائما أكبرنا سنا ويزمنا نحترموا الناس كما سي محمد علول وزادت وجهله بالشكر. الناس الكبارات متاعنا هذوما ربي إن شاء الله يطول في عمارهم وإن شاء الله دائما نحترموهم. والناس قدمت من مالها ومن جهدها وأعطت للنادي الرياضي الصفاقسي لابد من احترام الناس هذه وأعطاها التبجيل. أنا كنت كتحت التبجيل للناس هذه اللي قدمت خدمات سي كما يقولوا سي محمد علولو سي منصف السلامي سي صلاح الدين الزحاف. الناس اللي أعطت من مالها ومن جهدها سي لطفي عبد الناظر بدون استثناء وبدون حقد وبدون كراهية. كل من سي بسام لوكيل سي منظر بن عياد كل إنسان قدم خدمات سي مختار الفخفاخ الله يرحمه اليوم عنده ولده احنا زاد لازم نتصلوا به. فما تسلسل وتوارث فما لم الشمل وفما زاد ناشئة جديدة. فما عديد رجال الأعمال جدد والناشئين جدد في مجال ما لقاوش شكون يحتضنهم. أو سي حمادي عبيد زاد يعاونك باستمرار. نعرفوا سي حمادي عبيد نحكيو دو حمادي عبيد اسمه حمادي عبيد اللي اشتغل في مجال المقاولات وفي مشتغل اللي اشتغل في الملابس الخاصة. عندنا عديد الشخصيات اللي في صفاقس لا بأس عليها يلزمنا نحثوها ونعطيها شوية قدر ونمشي ولا ونقنعوها بدور لانه فما ناس مال تو في صفاقس من رجالات المال والاعمال مش مقتنعين بالنسبه لهم. تمشي تقول لهم ربع من صفاقس يقول لك صايب عليك هذا خدمه بتاكل بسوق. بس انا بك العقليه القديمه عرفت ولا معناتها تقول له ايه فهمت ولا كي تجي تقول له عاون النادي الصفاقسي ما ياخوهاش بعقليه صايب عليك واختك وانت ناقص مشاكل وبرتلب دارك وبرتلب مرتك. ما زالت عندنا هيك العقليه نتاع العقليه اخت راسي واضرب. اللي كان واحد ما يشدش النادي الصفاقسي، واحد ما يشدش السينما، واحد ما يشدش الفن، واحد ما تلقاش مغروم بالرسم، واحد ما تلقاش مغروم بالثقافة، واحد ما تلقاش مغروم بأشياء أخرى، ما فماش كون. مش تلقى فهمت ولا واحد كل واحد، واحد عمل جمعية فيروز، والآخر عمل جمعية أم كلثوم أحبة أم كلثوم، والآخر عمل جمعية فايزة أحمد، وكل واحد عمل فهمت ولا تلقى الناس يلزم الحياة تو متنوعة، اللي كان يخموا بعقلية مثلا يجي واحد يقول لك أنا خدمتي وداري واحد وكذا. وعندنا منهم الكثير في صفاقس السلبية هذه معناتها الإنسان السلبية في التعاطي مع المجتمع. إنسان لا لا هذا كيفاش تربى الناس هذه نحسوهم. فما سي محمد دريس الله بالمناسبة هذه زاد نفرج ربي فرج عليه سمعت به مريض سي محمد دريس نتاع الدبلوما. سي محمد دريس نعرف فما صفاقس وفما التونسي. سي محمد دريس اللي وعاوننا في الأوتيل وعاوننا في المطبخ نتاع في تجهيز
مقر النادي الصفاقسي وعاوننا في عديد المناسبات. نزاد نتوشوا له بالشكر لانه ما نحبوش نظلموا واحد على حساب واحد. ممكن نكون نسيت بعض الاشخاص وبعض التسميات. نتذكر في 90 عماد درويش عاوننا بتاع بيتروفاك، زاد بالمناسبه هذه نتوشوا له بالشكر. لابد من تكوين جيل اوسي حمادي القبي كل انسان او تو نشوف في الطاوله. لا انا اليوم فرحان بحاجه، بكون اليوم انا فرحان بصدقه ونحترمهم برشا كما ناصر نجاح، برشا من الناس اللي ما عشش معهم في صفاقس. الجيل الجديد هذا انا فرحان به، هذا فرحان به. ولابد من اثناء على واجبه، من لابد من شكره، ولابد من حثانا مع العطاء، ولكن تطعيمهم ببعض الوجوه اللي موجوده في تونس. برزت اليوم راس مال تونسي، راس مال صفاقسي جديد في تونس، المال واليد العامله، اليد العامله، وفما ناس برزت. لابد من الخلط ما المجموعات والتواصل بيناتهم، ونعطيه قدر العباد. لانك انت اليوم كتشد مسؤوليه لجنه الدعم او رئاسه النادي الصفاقسي، يكفي بكونك انت كي تستدعى نهار واحد معروف تقول له اجي اتفرج على ماتش ولا تحبه في النادي الصفاقسي، هذا ينجم يفيدك للجهه وتحبه في جهته وترجعه الى اصوله وترجعه الى عروقه وترجعه الى ذاته وترجعه الى كيانه وترجعه الى التربه التي خرج منها. احنا البذره كانت في صفاقس، انا ما نجمش اليوم ننسى صفاقس. وانا قلت في برنامج اللي قلت قصرت في حق جيتي، من الاشياء اللي قصرت في حق جيتي ما استثمرتش بالباقي في حق جيتي، مع عونت جمعيتي عملنا ولا نعتبره ذنب. عام واحد قصيت عليها ونعتبره ذنب، ولكن عام وانا اتمنى دي صفاقس اللي اسمه نقوله على لا 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 مستوى المالي ما كانش محتقين مستوى النفوذ، لا مستوى مش النفوذ، هو النفوذ عمره ما كان كذا. هو اليوم انا نقول لا لخطاب التشنج، لكن وقت النادي الصفاقسي يبدا عنده حق يلزم ناخذه. منصف خماخم هبط بين ما عندوش برشا تعليقك. تعليقي منصف خماخم صديقي، هو ما رايك في منصف خماخم؟ يعني ما علاقتك به منصف خماخم؟ نختلفوا في الاراء لكن في في الاهداف مشتركين، عندنا وجهات نظر مختلفه جدا، ولكن الاهداف هي واحده. فبالتالي الهدف انا وياه ديما في حب صفاقس، هو يحب متعصب ازيد من اللزوم، ولكن الهدف هو بيده. كيفاش نحبوا نوصلوا ناخذوا الهدف؟ هو عنده طريقه للوصول الى الهدف وانا عندي طريقه للوصول الى الهدف، نختلفوا في الطريقه فقط. ولكن منصف خماخم تحقيق الهدف، لكن منصف خماخم نعتبره اخ عزيز، اخ اخوي الكبير. منصف خماخم له فضل، فهمت ولا عليا؟ منصف خماخم ما نجمش ننكر اللي هو من اكبر اصدقائي. منصف خماخم في بدايتي العمليه كانت فهمت ولا استفدت منه حتى على مستوى علاقات. منصف خباخم ما نجمش ننكر الدور اللي قام به في عديد المناسبات معايا. منصف خباخم بيناتنا الاحترام والتقدير، وبيناتنا علاقة خاصة. منصف خضنا معارك سياسية سابقة مع بعضنا في اتحاد صناعة التجارة، في غرفة التجارية، في عديد المناسبات. منصف خباخم نعتبره أخ وصديق، وما نجمش نقول عليه صديق لأنه أخويا منصف خباخم. صحيح. حطنا نحكيو على السياسة على مستوى التسيير وعلى المستوى اللاعبين والجماهير قاعدة تتبع قاعدة تشوف سياسة. مش بالكيفية، بدون مش بالكيفية الكبيرة، لكن وليت وصلت المرحلة اللي ما حش نجم نتفرج على النادي الصفاقسي من التعصب. نطفي التلفزة وبعد نبدأ نتبع بالتليفون وش عملت. واستاذ ما حناش ما نشوفوك استاذ طيب الميري. والله لا، طيب الميري عندي حنين خاص بيه، كنت باش نروح ماشي، ولكن بعثت ولدي احمد. انا عندي ولدي برتك ما احمد يروح دائما يتفرج في بلاستي، هو متعصب من الصفاقسي. الحمد لله طلع له وليداتنا يحبوا النادي الصفاقسي. تعرف انت في بيئه صعيبه في تونس، لاسبيرونس وكذا، مش بالسهل. عندي فهمت ولا الاولاد يحبوا فهمت ولا، والعائله كلها تحب السياسات، لكن فهمت ولا في المقابل فهمت ولا انا ان شاء الله ساكون قريبا الى جانب النادي الصفاقسي وقريبا في الطيب الميري. والطيب الميري لا نكون متفرج عادي. انا ضد واحد يعطي 5 ملايين ويشق الطيب الميري باش يشوفوه الجمهور. احكي على شكون؟ نحكي عديد الناس، فما شكون حتى ما يدفعش حتى لابولمون بتاعه ماشي جاي في الطيب الميري امام الجماهير. هذوما ناس متطفلين برشا، عندنا برشا من الناس متطفلين من الاداره ومن المسؤولين ومن رجال الاعمال السوريين، ويشق الاستاد وهم شاء وهو جاء. في لو كان جيت انت في رئاسه السي اس اس اول قرار تاخذه شنو؟ حتى واحد ما صوب الاستاد الا الموجود على ورقه التحكيم. اول قرار، اول قرار ولو كان يبدا ولدي. واضح، فهمت ايش معناتها ولا؟ الانضباط، وكل انسان يقوم بمسؤول نكرمه يعطي حاجه نهبطه للاستاد، مش التكريم فقط. كل انسان قام بحاجه لفائده الجهه او للنادي الصفاقسي، مش كان النادي الصفاقسي، نكرمه امام الجماهير.
يعني انت مش مش تقول فما بعض التداخل في النادي الصفاقسي؟ فما بعض المتطفلين داخل النادي الصفاقسي وناس فهمت ولا ما تعاونش من قديم من قديم الزمان مشي فهمت ولا احنا عندنا ناس كانت تقبل تجي تفطر في اللوكال وما عندها حتى صفه ممكن مازالوا التو ها ما نعرفش انا قبل شديت وقتها لجنه تصفيه الديون في مرحله اولى يعني انا نعرف اللي انا عملت انا شديت النادي الصفاقسي في فترتين شديت الباساسيون بين سلاح الزحاف ومنصف السلامي في فتره شهرين كنت انا المسؤول ورئيس لجنه تصفيه الديون شديت الفتره هذيك وقفت عليها وعملت لها سيركتير واعطيناها نظيفه شبه نظيفه لسي منصف السلامي وصلنا الديون لمرحله 600 الف دينار وبعدين بعنا ابوكو وكانت النادي الصفاقسي فيها مداخيل وشديتها في 2011 وقت كنت ناطق رسمي مع لطفي في 2012 الباساسيون بين لطفي عبد الناظر ومنصف السلامي في الفترتين هذوكم كنت انا الذي عوقبتها في ماتش البنزرت اللي عوقبت بسنه ايقاف لاني تكلمت على حق النادي الصفاقسي والنادي الصفاقسي قلت ليس للبيع او للشراء وقتها كانت هجمه من الثوريين فهمت ولا وتعدت حتى القضيه للمحكمه وشكاوا بها لتصريحات عنصريه فيما يخص بن يعقوب ومهدي بن غربية ولكن في المقابل هذايا انا ما ساومتش انا مرتين نمسك النادي الصفاقسي في ظرف صعيب برشا الفتره لما حالة تكون قصيره اللي هي شهرين في شهرين فتره انتقاليه فتره انتقاليه دائما يجيبوني في الازمات وان شاء الله الصفاقسي ما يمرش بازمه مش ما يجيبونيش ايه ترى نشوفوك يعني ان شاء الله ايه ان شاء الله مش في ازمه ان شاء الله سيمون صفق مغرب تو ربي يعاونه وعنده موندا بعامين ان شاء الله ربي يوفقه احنا مش ناقفوا معاه لانه في نجاح منصف مغرب هو نجاح للناس الكل من طموحاتي باش نشد النادي الصفاقسي لكن ليس في الوقت الراهن لا اخفي هذا الطموح لن اتكبر على النادي الصفاقسي وشرف لي اللي باش نكون رئيس النادي الصفاقسي فهمت ولا هذا هو النادي الصفاقسي لكن وجبنا سنة باش ساقوم بعمل وعمل جبار مع الاخ والصديق اول باب مع الهيئه المديره الكل ومع الصفاقس ومع جيتي والكلام اللي قلته في البيان او في تصريح في اذاعه الديوان هو ملزم لي اخلاقيا وادبيا. حطنا مش نحكيو على اللاعبين سي اس اس اللي ولينا نشوفوا فيهم في جمعيات اخرى امثله عديده متعدده جدا محمد علي منصور فرجاني سي اس اس فخر الدين يوسف ولات مشاكل ماديه خلت لاعبين كما لا يعني. انا مش مشكله انا مع الناس باش تمشي تتنقل وتسيبوا لكن الترقه اللي تباعوا بهم يمشي لفرنسا وبعد يجي لاسبيرونس فما انا نحس فما كيدي حاجه مش راكبه على بعضها اور فما حاجه في الكواليس اي فما حوايج بالكواليس اما الترجي تخطط بالباهيه ما احنا باهيين فهمت ولا ونعترفوا لي احنا راهو ساعات فهمت ولا يا اما الترجي عنده اداره تخطط كيفاش تنتدب بعض اللاعبين ولا التفاهم ممكن كان بين زوزيات لا انا ما نجمش اتهم ما عنديش حاجه ملموسه باش اتهم لان اللي كان نقولوا اتهام بزوزه نبعثوا اللاعب اذا نبيعوا لفرنسا وبعد شيء انت في فرنسا تقولي عمليه تحيل انا بالنسبه لي نقول الترجي تستعمل فيه تكتيك معنا حتى محمد علي منصر انا بالنسبه لي خروجه بالنسبه لي ما كانش مفهوم باسم النادي الصفاقسي تنجم تقول ما كانش لائق باسم السي اس اس يعني لا لا مش ما كانش في عالم الاحتراف اما الصفقه كيفاش فما عدم الوضوح في الصفقات من ناحيه الماديه لا عدم الوضوح لانك تبيع لاعب يخرج صومه في الجرايد والتفاصيل بتاعه وخرج بلاغ شنو احنا كي يتباع لاعب في اوروبا نعرفوه بالفيرجيل باللورو قداش تباع وشكون اخذ فيه كوميسيون شكون ما اخذاش شنو نبيعوا لاعب احنا واحد يقول 900 والاخر يقول مليار والاخر يقول 600 انا بالنسبه لي نشوف عدم الوضوح والا عدم التواصل على مستوى الاعلام ما نتهمش لا اي شخص باي اتهام او نوجه انتقاداتي اما بالنسبه لي نشوفها امور اعتباطيه انت تبيع لاعب هبطوا قداش تباع قداش خذا المانجر قداش خذا الوكيل قداش خذا الوسيط اش فضلت النادي الصفاقسي وين تثبت الفلوس هذا الكل لازمنا نفهموا نقاط مش نقاط استفهام هذه لابد ما نخلوش نقاط استفهام لابد حتى سي منصف خماخم باش يوضحها ويبدا عندك موقع انت تحب تدخل تشوف محمد علي منصر اش دخل النادي الصفاقسي اش صرفنا عليه احنا يلزمنا المفروض نعملوا ايتيود مش كعبد ونحترموه ما نجموش نقولوا اش صرفنا عليه قداش تكلفنا اللاعب هذايا لان في عالم الاحتراف من اللي هو ديجا اش صرفنا عليه سنوات قداش كلف علينا اش عطانا من ايجابيات وشني المعنويات وشني الايجابيات المعنويه نجم نحطوها زاد فما الدينار نحطوها اش لعب من دقيقه اش عمل من كذا تدخل انت تلقى السي في نتاعو السيد هذايا وندرا العطاء نتاعو يعطي ولا ما يعطيش هذه دي تيرم انا نتخيلها لتو مفقوده هذا اللوجيسيال هو ونعول عليكم انتوما كشبان يا صاحب الاستقصائي لا لا نعول عليكم كشبان في صفاقس والمتفرغين ازيد ولا عندكم الوقت الازيد باش هذه بعض الافكار يجينا نعرفوا كل لاعب باش كذا نعرفوا الفيفا شتسنة انا اعطاني ارقام سي منصف خماق من الفيفا شتسنة فوجئت وفوجئت جدا وما هي الاسباب حسن اللي خليت السي اس اس مودين في مثل والله هو ممكن 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 من الاسباب اللي نرفض انا لا لا سوء مش سوء انا نرفض بكون رئيسي يقيم في تونس
انا لو شديت نهار صفاقسي سانتقل بعائلتي الى مدينه صفاقس. هذا اول سبب، اول حاجه نعملها سانتقل للعيش داخل مدينه صفاقس. ما انعكاسات ذلك على الاسباب؟ الاسباب عديده، لانه المتدخلين برشا والمتقربين برشا والانترميديالي يوليو برشا والمتطفلين يوليو برشا، وكل واحد من يتقود وكل واحد كذا. في غياب رئيس النادي اللي هو يعطيه جميع الصلاحيات او النائب نتاعو تولي فهمتي ولا الامور داخله بعضها. انا بالنسبه لي اللي كان نهار كتب مش نشد نادي صفاقسي لابد لي من الاقامه في مدينه صفاقس انا واسرتي، باش ما نبداش انا ماشي للدار وانا جاي للدار. هذا كله انا نعتبره كله صفاقس تعش بالطاقات، تعش بالكفاءات، تعش برجال الاعمال، ناقصت لهم شويه شجاعه، عندهم نوع ويسمحوا لي زملائي نوع من الجبن ونوع من الخوف ونوع من المقولات راس مال الجبان. احنا اليوم في دوله ديمقراطيه، في دوله حريه، حريه الاعلام، حريه الراي، حريه الضمير، حريه المعتقد، كفانا جبنا ونتكلموا مش نسبوا. كل انسان يعرب يعبر على موقفه بحريه بعدم التعدي على الغير. واذا كان الغير انت مش تنتقده هذيك حريه انتقاد. فما النقد والانتقاد في الكوليس انت اثروا عليك بعض بعض التعليق انت احبي السيسيس في عام من الاعوام؟ هذه صحيحه، لانه انا كانت الحمله شنوا عليا يا جماعه، كنت تخيل بابنائي وانا ترشحت على المضض، ليس كنت راغبا في رئاسه نادي صفاقسي، وكان ثم ضغوطات من السلطه الجهويه والوطنيه لرئاسه نادي صفاقسي، وتقدمت بالترشح رسميا انا وسي عبد الجليل هنتاتي انذاك، وكونت هيئه لعديد الاسباب، اخترت من كل معتمديه واحد، ولكن في المقابل جوبهت بجبهه من عديد الناس اللي هي فهمت ولا رافضه عدم الترشح نتاعي، ولكن بعض الناس اللي هي عندها بعض المواقع الاجتماعيه مش كيما اولاد الحومه العربي اللي مساكن ما يعرفوش. وتو زعما مازالوا على لا لا ولا لا لا تو استانسنا بالسبان، لو كان يخرج الكل يسب وما يقلقش، معناتها يلمدوا رواحهم الكل يخرج يسب ولا نعطيهم حتى تلبزه بيسبوا، قبل وقتها مازلنا هكا فراجيل شويه تو انا بالعكس تو كيما نتسبش نتقلق وليد. فهمت ولا قبل الوقت هذاك مش الوقت هذا، وكانت عمليه منظمه ودخل فيها سليم شيبوب والسيد سمير العبيدي معروف، سليم شيبوب رفض باش نشد انا رئيس نادي صفاقسي، انا ما نشدش رئيس نادي صفاقسي. تدخل في الشان الداخلي للسياسه؟ دخل الدخل هذه معلومات الدخل، وتجموا تتصلوا بالسيد سمير العبيدي ولا السي عبد الحميد سلامه اللي كان عنده الشجاعه، او السيد سمير العبيدي يقول شاهدين كانوا على شاهدين العصر، والسيد جمال العرب شاهد العصر كيفاش التدخل، واحد رؤساء النادي السابقين استعمل سليم شبوب لعدم لازم تقولنا شكون مازال موجود. لا انا مازال موجود وانا لوج على التجميع اليوم مش وقته باش نقول عليه. رئيس سابق كان فهمتي ولا حرض سليم شبوب، وسيد سليم شبوب كلم حتى الرئيس السابق ما نحبش عليه نقول الرئيس معزول، كيفاش شفيق جراي شد النادي الصفاقسي، وكانت حمله كبيره في 48 ساعه، ولكن بالمقابل لكل حق حق كان السيد وزير الرياضه انذاك السيد سمير العبيدي والسيد عبد الله القلال قال لي شد واحنا معك، ومشاو حتى كلموا بن علي، دخل فيها لعك بن علي. ولات حرب سياسيه. اي حرب سياسيه في 48 ساعه صارت حرب سياسيه. على النادي الصفاقسي. على النادي الصفاقسي، كيفاش السيد شفيق جراي شد النادي الصفاقسي؟ برغم اني كنت لا ارغب فيها. هي موجود الامور هذه تو تصور؟ لا لا ما عادش لا 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 لا, لا هذه كان تدخل وزاره الشباب والرياضه؟ لا 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 لا, 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 لا هذه قبل في ماكينه قديمه في نظام قديم اسمعني تعدات. اعتذر لي بالمناسبه السيد سليم شبوب زاد فهمت ولا اعتذر لي بالمناسبه السيد سليم شبوب. السيد كان علي الحفصي وقت ذاك رئيس الجامعه فهمت ولا صراحني زاد تجمو اتصلوا به صراحني بمن ولكن وراء ذلك لو كان علي الحفصي كان مساند لي، كان علي الحفصي والسيد وزير الرياضه كانوا مساند لي، وكان السيد وقت عبد الله قلال بحكم نعتبروه الاب وقتها يدبر لنا شويه فلوس، والسيد عبد السلام جراد بالمناسبه زاده اللي هو وقت الامين العام اتحاد شغل، ولا تعركه في المقابل بارتي ضد بارتي، ولكن زاده كانت فما نوع، وانا قررت الانسحاب. انسحبت منذ ايش انسحبت في 48 ساعه لاني عائلتي وصلوا يسبوا لي في عائلتي واولادي وصغاري وقتها مازالوا صغار يتبكاوا وكذا، ما زالت هذه ممكن فهمت ولا في جوان 2010. وبالنسبه لي مسامحه مع اللي اقترفوه، وانا بالنسبه لي ربت ضاره نافعه، وما كانتش انا زاد عندي الرغبه وما كنتش متواجد انذاك فهمت ولا، كنت في نعيش وقتها الاكثريه اغلبيه وقتي كنت نعدي في الخارج، وخاصه في قطر الليبي انذاك كانت عدي عديد المشاريع الكبرى، ولعل فيها خيره. هذا على سبيل الذكر
منتج بالتالي النقطة هذه. حكيت أنت على السياسة زيادة، ممكن الآن الأمور السياسية ولدت خلافات بين رجالات النادي، هذه ما زالت موجودة؟ ما زالت موجودة، ومن حق من حق الناس باش يكون موجود في النادي الصفاقسي ويجم يساند، والجمهور يقرر. كل واحد عنده أتباعه في النادي الصفاقسي، وكل واحد عنده مناصرينه، كل شخصية عامة عندها مناصرين، يبدأ شي واحد مقتنع به. يبدا واحد مترشح ولا يحب عنده مطمح سياسي، يبدا واحد يبدا عنده اتباع ويبدا عنده انصار، هذه حاجه عاديه سي ليجيتيم في المجتمع. احنا ما احناش ما تعودناش بها، لكن جمهور النادي الصفاقسي مش معيز باش غدوه حيتبع اللي يحب. انت تجي غدوه الحي تقول له انا نحب فلان، يقول لك لا يا خويا بنحبك في النادي الصفاقسي. ولو كان هذايا كان يجم يصير استمراري، نعرفوا جماهير النادي الصفاقسي، النادي الافريقي هي اكبر جماهير تعد بمليون ونص، ونعرفوا اللي صوتوا الاستمراري ما تعداوش 180,000، وهذا اكبر دليل بكون ما فماش من هذه حكايه الرياضه. لانه في الاخير النادي الصفاقس تلقى فيه النهضاوي، تلقى فيه اللي من البوك، تلقى فيه من الحزب، من حركه الشعب، تلقى فيه من النهضه، من النداء تونس، من جميع الفصائل والتيارات. ما نتخيلش ان الكره يوم التصويت مش يغزر النادي الصفاقس ويصوت. ممكن فما بعض المتعصبين اللي موش متسيسين، وهم نسبه نتاع 20-30% من جماهير النادي الصفاقسي تغير النتيجه. ونعرفوا صلاح الدين الزحاف لما ترشح للنادي الصفاقسي 2011 جاب 15,000 صوت او 16,000 صوت، ما نتخيلش جمهور بفضل النادي الصفاقسي، وما نتخيلش انا جمهور النادي الصفاقسي عد 15,000، اللي هو المفروض صلاح الزحاف راه هز الكل، القائمه نتاعو الكل طلعت. لان نعرف النادي الصفاقسي برشا من الناس، لا انت ما نحبكش تسيس تهز النهضه، ولا انت ما نحبكش تهز نداء تونس. النادي الصفاقسي ارقى من هذه الناس، ويجموا الناس في نطاق استعمال نفوذهم. احنا نشوفوا اليوم في الانتخابات الامريكيه الفنان يستعمل في اللي في جمهوره، والجوار بتاع الكوره يستعمل في جمهوره، ومش عيب. ورينا في انتخابات 2011 شكري الوعر وين كان موجود، ورينا فهمت ولا مع ليبيير، ورينا عديد اللاعبين، طارق ذياب كان في النهضه، ورينا عديد الناس اللي انقسم فوزي البنزرتي في نداء تونس، ورينا احنا سي محمد علولو في نداء تونس، وشفنا صلاح الدين الزحاف في لاول مره مع حركه وقتها امن المنيف افاق، رينا عديد الناس وعديد الشخصيات اللي موجوده في عديد التيارات. فهمت ولا؟ وهذا مش عيب، مش نبداو نحكيو فيه يحبوا يسيسوها، كل واحد حر. لكن في الاخير موش مش يهزك بالسيف باش تصوت له انت. واضح. بيان لوكان اللي هو يعتبر هي رمز تاريخي لجهه صفاقس ولا النادي هذا صفاقس، لو كان كان ينجم بالامكان يكون مشروع تجاري يدخل فلوس. لا لا لا، انا مع بيان لوكان، مع بيان اسباب لانك تجم بالثمن نتاعو تجري مساحه اكبر وتعمل مقرات اكبر وتعمل بفلوس حوايج ما خير. انا نحب فلوسه 100% تتحط في كونت الاستثمار، نجمو نشريو ارض في طريق البطار ب 200,000 300,000 دينار. عند السوسيوس مشروع كمان اكسس. اي انا نأيدهم، نشري ارض ب 300 دينار ونعمل مركب كامل اللي هو يخفف، فهمت ولا؟ ونلمد نقربوا من الاحياء الشعبيه كيما حي البحري، حي الحبيب، الربط، فهمت شنو نقصد؟ ناخذ ميني بيس نجيب بها اللاعبيه الصغار، نحسن في السونتر دو فورماسيون. ولكن في المقابل انا مقر هذاك شنو رمزيته، فهمت ولا؟ في التالي ماهوش مش هزوم صفاقس. كان تشريه حتى واحد اجنبي ولا يشريه واحد مستثمر، على كل حال انا ما نشريهش لو كان يعطيهولي بلاش. مش بدا واضحين، مش بدا واضحين. علاش؟ لا ما نشريهش لعدة اعتبارات، فهمت ولا؟ ديما نبعدوا على الشبهات. بالنسبه لي انا نقول لك يتباع برقم معين، ما نعرفش 5-6 اللي هو قاعد يسوى، ما نعرفش انا سمو القديم خليتهم يسموا فيه ب 4 ولا 5 مليار دولار. يشريوا ارض ب 200-300 مليون ويعملوا مشروع متكامل سوندر فورماسيون في مكانهم يمشيوا الفلوس. تقول بطبيعه لا لا، ليس استخلاص الديون، انا نرفض لو كان يمشي منهم دينار واحد لاستخلاص الديون. خاطر لا، نرفض رفضا قطعيا لو كان مش نبيع حاجه باش نخلص بها الديون. هذا موضوع لابد الديون هذه تثبت فيها رجال وتثبت فيها ناس، ولا بد من التظافر مش نتحملوا مسؤوليتنا الكل. ما فيهم انا اللي ممكن ما عندكش دور في لا 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 لا، نتحمل المسؤوليه بحكم معاهم في اللجنه العليا للدعم، يلزمني نتحمل مسؤوليتي. انا قلت قصرت عم ناول ما عطيتش، ممكن كان عطيت شويه راهي نقص الديون، مش ما فماش قلصت شويه. بعض التصريحات للحكم السابق الحشفي اللي اكد انه فما مسؤول من العاصمه قاعد يعمل في التعيينات واللي خرج من الحكم. انا غير متابع في الوقت الحاضر للامور الدقيقه في ما يدور حول الجامعه او في مجال التحكيم، لكن نعرف النادي الصفاقسي تعرض الى مظالم ومظالم عديده ومتكرره وانتزاعات من القاب
وتغيير نتائج، وهذا عشناه في العهد السابق ونعرف اللي راهو صفاق قديمه هي البيم القصير، لان احنا نمتازوا بحاجه الله غالب مالوروزمون ممكن زاد ما نعرفوش ناخذوا حقنا، ما نعرفوش ندوزيو، ما نعرفوش نعملوا السياسه باش ناخذوا حقنا، خاطر السياسه ماشي تبوري راهو، السياسه راهو اللي تتكلم على حقك يلزمك يكون عندك علاقات. احنا عندنا مرجع كبير اللي هو عبد العزيز بن عبد الله، ومرجع نشجعكم باش تعملوا معه حوار ويحكي مع بعض الكواليس، وشهادة على العصر يعرف الكواليس هذه ازيد، ولكن نعرف السواق ظلمت وظلمت كثيرا وستظلم مرات عديده إن لم نقف، ولابد من إصلاح. لكن نتكلموا لابد من إصلاح منظومة التحكيم في تونس على مستوى، بالمناسبة نتوجه السيد وديع الجري للنائي بنفسه أو بعض لجنة التحكيم، ما نعرفش شكون تو شددها لجنة التحكيم على مستوى الرابطة التونسية لكرة القدم أو الرابطة تعين أو الجامعة تعين، ما عادش شادد شكون قاعد يعين الجزئية هذه نجلها في الوقت الحاضر، ولكن نعرف اللي عديد المرات نتعرض إلى مظالم ومظالم عديدة وتعينات مسقطة ونعرفه حتى محيط قرقنا كيف القروان وماتش القروان الشهير اللي تقص فيه الضوء وتوخر ربع ساعة، حتى شفنا نتيجة بين نادي الصفاقسي ونتيجة بين محيط قرقنا، وكانت نعرف القروان خاسرة وبعدين ولات رابحة الترجي الرياضي، وهذا تاريخ فهمت ولا احنا اليوم حتى حد ينكروا التاريخ هذا، ونعرفوا التدخل في الحكام، وكان فما حكام زاد حتى ما يتدخلوش فيها، كانت تحب تقدم خدمات مجانية للتقرب من بعض الشخصيات العامة وجزافا، ولكن فهمت ولا في المقابل زاد نحترم الفرق المقابلة كما الترجي الرياضي كما النادي الافريقي كما النجم الساحلي، ما نحبوش ندخلوا في فتنة بينها في التنافس الشريف، في التنافس الشريف كل واحد يضرب على درابو، نحترم مسؤولين النجم الساحلي، نحترم مسؤولين الترجي الرياضي ولا رأسهم سي حمدي المدب أو سي رضا شرف الدين أو مسؤولين النادي الافريقي مريح. اللي الناس فهمت ولا انا مس انت سميته استمر احنا سميتوش خليها في الحوار هذا اي الحمد لله. نحيوا رجالات النادي الافريقي، ولكن زاد في المقابل اليوم احنا زاد يلزمنا نكونوا نعرفوا نعملوا السياسه، يلزمنا نعرفوا نعملوا السياسه في كره القدم وفي الكره متسيسه، احنا ليس انبياء وليس شياطين، ما احناش انبياء وما احناش شياطين، ولازمنا نكونوا بدورنا ندافعوا لجهتنا، ندافعوا نقولوا نادي الصفاقسي ندافعوا على الدراب ولك حلو الابيض نتاع نادي الصفاقسي، هذه عمليه تنافسيه في نطاق فهمتوا كره القدم اليوم اللعبه الاولى شعبيا في العالم، مؤثره في السياسات، مؤثره في الاقتصاد، مؤثره في التنميه، مؤثره التعريف بالمدينه صفاقس، احنا ازيد حاجه تعرف بها نادي صفاقس كي تنقل افريقيا او تلعب كاس العربيه او تلعب في كذا او بعض اللاعبين ينتدبوهم فرق اوروبيه نعرفوا بالمدينه صفاقس، لابد ان ترجع كانت السياح والطرق وكان فما مسالك سياحيه ترجع عليها، اليوم النادي الصفاقسي لابد من مراجعه تخيل الشبان اللي موجودين تو في الهيئه المديره ان شاء الله يفهموا الدرس ويفهموا الوعي ويكونوا تصريحاتهم، مش لازم راهو تعيط ياسر او تتشنج وتقول مش نقطع البطوله، تجم تاخذ حقك وتشارك في البطوله، وتجم تاخذ حقك وتجم هي مد وجزر، كيفاش هل تعرف تدير الى افراد ولا تفريط لا افراد، هل تدير تعرف تدير خونة اللعبه او ما تعرفش، عندك ولا ما عندكش، منصف خماخم يعرف نتخيلوا يعرف يعرف، لكن منصف خماخم طريقته في التصادم انا ما نحبوش يتصادم، ما نقول له خمم قبل ما تتصادم، احنا مش منصف خماخم نحبه نقول له خمم، الهدف هو واحد، لا خاب من استشار ولا ليس منصف خماخم اصدق واحد يحب صفاقس، ومش ننسب فيه منصف خماخم مجنون صفاقس وعنده بعض السلبيات اللي هذه حسب مجنون صفاقس، منصف خماخم انا مسميه مجنون صفاقس، بيحبوا لصفاقس وبكاؤه على صفاقس، انا حضرت عليه في بعض الاحيان يبكي على صفاقس ومجرد غنيه على صفاقس تبكيه، منصف خماخم هو مجنون صفاقس، ولكن ساعات زاد تجم يكونوا هدايا مردود عكسي، انا اقول له اليوم انت مسؤول شادد جمعيه في حجم نادي الرياضي الصفاقسي اكبر منك ومن الناس اللي شادتها قبلك الكل تاريخ، تمام خذ حقك ما تسلمش في حقك واحنا وراك الكل. لطفي عبد الناظر شنو الحاجه الايجابيه فيه والحاجه السلبيه باش تلوم عليه وفاش تشكر؟
اللومالي في الفترة الأخيرة السنتين الأخيرة انحرف بالنادي الصفاقسي نحو مسار آخر، انحرف بها إلى عديد الجهات، حب يسيسها ومن حقه هذا. اللومالي فهمتوا شد في المجموعة اللي بيدها ما حبش يغير من المحيط اللي داير به وبعده عن الدرجات الشخصيه، وحرمنا من لقب نعتبر لطفي عبد الناظر، ولكن لقب الموسم الفارط ولكن فهمت ولا ما عرفش يدير اللعبه كما كان، ممكن جات المرضى نتاعو زاد في الوسط الله يفرج عليه نداولو. بالمناسبه احنا نتمنوا له دائما الصحه والعافيه. احد رجال النادي اعطى الكثير والكثير، ويكفي انه تحمل المسؤوليه، وهذا برك يتحملها نفسيا وكذا، المسؤوليه صعيبه راهي. وبسام لوكي، بسام لوكي احد رجال النادي الصفاقسي، قدم الكثير وساند ودعم النادي الصفاقسي، يقولوا في الخمسه من الخمسه او من العشر الكبار بسام لوكي، ولكن لابد له ان يعود بدون حسابات. عندك حوارات معه لاعادته بسام صديق ونتخيل مش يحترمني ويعود ويحبني، وانا باتصال معه بسام ولكن بدون حسابات. وسلاح الدين زحاف له دور في النادي الرياضي الصفاقسي، عنده نفوذ في السياسة، ما عنده نفوذ، له ميليشيته. الرجل أقوى نفوذا تشوفه في السياسة في الفترة الحالية؟ لا فماش واحد أقوى واحد ضعيف، عنده مجموعة فهمت ولا أنصار مغرومين به وبطريقة كلامه وبطريقة تحديثه بالإشارة ممتعه. أقصد السوسيوس حتى هو رئيس قريب للسوسيوس المجموعة هذيك، ولكن زاد المجموعة هذيك قاعدة تقوم بعمل وعمل جبار فهمت ولا في مشاريع للنادي الرياضي الصفاقسي. لجنة الدعم ممكن مش تكون فما حوارات مايكل السوسيوس لمشاريع بالطبع مشتركة؟ بالطبع بالعكس، احنا نتعلموا منهم لأنه هما تو فهمت ولا يملكوا المعلومة أزيد عقلية جديدة. بالعكس احنا لازمنا نتعلموا منهم وناخذوا من عندهم الأفكار. بالعكس هذا راهو فهمت ولا تلاقح الأجيال هذا راهو به. بالعكس فهمت ولا وانا نعتبر روحي ممكن من الجيل اللي بيناتهم الزوز فهمت ولا في السن، معناتها بين السوسيوس وبين الجماعه. لا بالعكس، لا السوسيوس فهمت ولا قامت واجبها. بون سلاح الزحاف عنده تاثير، كان من المؤسسين نتاعها، عنده انفلونس عليها. يعيب عليه شنو فيست عيب عليه؟ نعيب عليه ساعات في النرجسيه الزايده نتاعو والنشاز، نعيب عليه شويه، عنده شويه نرجسيه وشويه سلاح متعصب زاد اكثر منصف خماس. لا متعصب لبعض الالقاب سلاح، لبعض العائلات، وهذا نقول له عيب سلاح يلزمك ترجع فيه. واضح انت اصبحت شخصيه عامه، ومش كان هو، احنا عندنا برشا من الناس يلزمنا نراجع روح، كما انا مانيش نبي زاد حتى انا يلزمني نراجع روحي. لي عديد الاخطاء، اخطات في عديد حق الاشخاص، ونعتذر بالمناسبه لعديد الاشخاص اللي ممكن ظلمتهم او تهجمت عليهم او اسات لهم في بعض الاحيان، وهذا الناس كل نجموا نغلطوا. مش كان سلاح الزحف. ها عبد الله القلاء ذكرى طيبه في تاريخ النادي الصفاقسي، عاون النادي الصفاقسي لما كان في المسؤوليه، كان يجمع الناس وكان نرجعوا له، كانت البوفوار هذاك كيفاش كانت الماكينه، وكان هو فهمت ولا الكبير؟ لا مش الكبير، كان البوفوار الكبير اللي كان يعاون فينا وكان دائما يتحمس هو، وعن طريق عبد الله القلال كل شيء يمر عند عبد الله القلال، هو مختار الفخفاخ رحمه الله ومحمد دريس عن طريق عبد الله القلال، عديد الاشخاص كانوا يعطونا دعم احتراما في عبد الله القلال، جزء من نادي الرياضي الصفاقسي، ولا بد من نادي الصفاقسي ان ينأى بنفسه على السياسه ويعطي على كل حق حقه. هو عبد الله القلال سام، هو السيد عبد السلام جراد. واضح. السؤال الاخير، ما هي تعهداتك تجاه ولايه صفاقس وتجاه نادي الصفاقسي، وقداش مستعد تعاون الجهه في الفتره القادمه؟ بكل ما اقدر، بكل ما اوتيت من قوه، لن اترك النادي الصفاقسي يمر باي ازمه، لن اترك النادي الصفاقسي فريسه سهله، ساقوم بواجبي تجاه ناديه وبدون حتى بدون هذا التزام وبدون ما نستنى اي حاجه وبدون شكر، ولا اتمنى ان يشكرني احد لقيامي بالواجب، كما الانسان مش يعدي عامه في الجيش نقول له يعطيك الصحه عدي تعبك في الجيش، عيب هذا واجب. ما نجيبش واحد نشكره على الواجب، ولا واحد يخدم على في واحد ما يسرقش نقول له يعطيك صحتك ما سرقتش. واجبك كونك خدمت في بلاصه وما سرقتش. احنا بالنسبه لنا احنا يلزمنا نقفوا ايضاح النقاط بين منصف خماخم وبين لطفي عبد الناظر، لابد من التذويب الجديد بين جميع الرؤساء والفاعلين في النادي الصفاقسي. فيما يخص جهتي ان شاء الله في مؤتمر اللي متسكنين صفاقس، متسكنين ان شاء الله في مؤتمر الاستثمار هذا، مش نحاولوا نكونوا خليه لجلب الاستثمار، نحاولوا باش يكون صفاقس وعديد المدن في الجنوب التونسي باش تكون عندها حصه من مؤتمر الاستثمار اللي سيقع اللي في القريب العاجل، اللي مش يكون مؤتمر ان شاء الله نتمنى يكون مؤتمر على، لانه المؤتمر مش
الحكومه مش استفاد، يعني نجم انا نجيب مستثمر في مؤتمر الاستثمار ونجم يستثمر في ساق سوقي مع عديد الاشياء، احياء كما نقولوا فهمت ولا جزر قرقنا، احياء فهمت ولا لان جزء من صفاقس قرقنا هذه ونجم نحيو العقليه لان احنا عندنا اماكن خلابه، نجمو نعملوا اوتيلات كما عملت قبل في بيرعلي خميسه، الزيتون والطبيعه والغابه راهي سياحه، صفاقس راهو يلزمنا نفكروا مش سياحه كلها بحر، صفاقس راهي عديد فيها الاماكن الاثريه ما ننساوش طينه الاثريه مدينه كبيره، عديد المحميات الطبيعيه اللي في موجوده في صفاقس، صفاقس تو ان شاء الله حكايه السياب تخرج من صفاقس اولمبيكا ونرتاحوا منها الفوسفوجيب ونرتاحوا، تنشيط ميناء صفاقس وقاعدين في الفتره الاخيره قاعدين ينشطوا، واحنا انا بالنسبه لي كامين مال في الغرفه التجاريه وكمسؤول في الجهه ممكن هذا ما تطرقتلوش، دائما عندي عمل اقتصادي وواجب فهمت ومكلف بالعلاقات العربيه داخل الغرفه التجاريه، ان شاء الله ناخذ حصتنا من مؤتمر الاستثمار تجاه جهتنا، ولكن في المقابل لابد باش يكونوا عندنا رجال الاعمال اللي هما ان شاء الله مترفين، لان عندنا عديد رجال الاعمال زاد ربي يخلص حالهم احوالهم كانوا يشتغلوا في ميدان السياحه ويمروا بازمات اقتصاديه وان شاء الله نقفوا معهم، ان شاء الله ان شاء الله نقولوا كل حبيب بخير، ما نتشافوش في بعضنا، احنا عندنا رجل اعمال الصفاقسي يقول لاباس عليه ونسمعوا بفلس نفرحوا، نحيوا العقليه هذه نتاع الحقد، نتوجه لابنائنا احنا كبرنا، نتوجه لابنائنا، انا كنقول صلاح والمنصف ولطفي ومنظر وبسام، فما انجينيراسيون على الاقل احنا تخلفنا في وقت من الاوقات، ما نخليوش اولادنا تورث الحقد علينا. وشكرا فهمت ولا ما تورثش الحقد ونحبوا جهتنا، وانا اعترفت امام الجميع اني قصرت في حق جهتي ومولوش بي، ولكن ان شاء الله العباد تاخو ومن اعترف بذنب فلا ذنب عليه، قصرت ماهوش جرم في حق جهتي ولكن قصرت في ولاد جهتي في ولاد حومتي، الرباط متوجه بالمناسبه الى اصدقائي في الرباط، الى اصدقائي الى ماضيه في المرشد غرو، الى جميع اصدقائي لو كان نحب نسمي لك في الكتاب موجودين ذاكر بعضهم في الكتاب الاشخاص، لكن بالنسبه لي نتوجه لرجالات النادي الصفاقسي لحبهم للصفاقس لمجانين الصفاقس اللي هما عديد كيما منصف كيما محمد علولو كيما صلاح الدين الزحاف، انا نسميهم مجانين صفاقس لانهم بارك الله فيهم على الاقل هما ابرك منهم قعدوا يعيشوا في صفاقس، كانت عندهم الامكانيات باش يعيشوا في اي بلاد في الدنيا لكن قعدوا، نشكر الشباب اللي يعيش لبرا والطلبه اللي يعيشوا لبرا ويجوا يتفرجوا بالمناسبات هذه، يجي من بلجيكا ويجي من سويسرا ويجي من جنيف ويجي من ايطاليا ويجي باش يتفرج على مباراه النادي الصفاقس وقته عنده قدامه الريال والبارسا وعنده قدامه ميلان وعنده قدامه جمعيات، عنده جوفاندس، عنده اللي يعيش في بريطانيا ويجي يعمل تذكره متاع طائره من بريطانيا يعملها لتونس او من جنيف يعملها لتونس او من فرنسا يعملها لتونس، نشكر سي عز الدين المصمودي الناشط والمحب الكبير في فرنسا لنادي الرادي الصفاقسي وعديد الشبان اللي المفروض يعرفوا برواحهم ويعملوا صيت خاص بهم، وهذا موقع خاص بحباء كل واحد يخرج ويتكلم يقول انا نعيش في المدينه الفلانيه نحب النادي الرادي الصفاقسي في افريقيا او في بعض العواصم الاخرى او في شرق اسيا او في روسيا، والصفاقسيه موجودين في انحاء العالم الكل وراهو فما ناس مش ساعد، وانا نتخيل في نطاق العولمه هذه نجم غدو الحي على حكايه المدينه الرياضيه، انا اللي قاعد نبحث عليه ان شاء الله هو مستثمر ان شاء الله يمكن باش يكون ان شاء الله، فما وعود من عديد الاطراف اللي ممكن المدينه الرياضيه، وانا حكيت سابق مع صاحب مع رئيس النيابه الخصوصيه فيما يخص استثمار في مدينه رياضيه متكامله ممكن مربوطه بعديد الاشياء، يكون فيها اوتيل يكون فيها مناطق ترفيهيه باش تكون رنتابل، تعرف انت الملعب غير مربح، مربوط مشروع متناغم متكامل مسلح ومسبح اولمبي كل حي، لا فيه اوتيل من فئه 5 أو 6 أو 7 نجوم اللي يجيو فرق عالميه يعملوا فيه ديستاج، ممكن المكان المقر اللي تو مقترحينه باش يصير فيه المدينه الرياضيه غير كافي المساحه للمشروع، ممكن مش يكون في مقر في بلاصه اخرى باش يتبدل مره ثانيه، اي لا ممكن مش لا المستثمر اللي كان فهمتي ولا اختار باش يبدل المنطقه لانه لازم يكون تري رونتابل، لازم يكون عنده اوتيل باش داخل منه الفلوس، لازم يكون عنده حوايج مداخيل اخرى باش يكون رونتابل، انت تجيب مستثمر اللي كان ما يصورش الفلوس مش او نلقاو بعض فما بعض الدول اللي مستعده باش تعطينا دعم الى مدينه صفاقس، لكن يقول لك انا شكون نعطي الدعم وقت انت اليوم ما عندكش بلديه منتخبه او مجلس محلي موحد موجود موجود، انا اتصلت بعديد الشخصيات العالميه وبعديد وزراء خارجيه وبعديد منهم حتى اتصلت بعديد رؤساء الدول اللي هي رؤساء الدول اللي هي ثريه ومستعده
لإقامة مدينة رياضية في سواقس، لكن اليوم ما عندناش الهيكل. بدون مقابل مش يدعمه موجود هذا يعطيونا. احنا عندنا دول في أوروبا تحب تعاون، نعرفوا دول مجلس التعاون الخليجي تعاون قام ببناءات اليوم عملت شك الدولة هي اللي والله احنا الدولة يعني منطقيا انه الدولة من هي اللي منطقيا الدولة. شوف اسمعني كلفك، الدولة اليوم احنا نعرف في تجربة ديمقراطية حديثة العهد ما زالت ما عندناش ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية، ما زالت ماهيش موجودة. مفهوم الدبلوماسية تغير، قاعد يتغير نحو الأفضل، فما أعلام قاعد ينقد في الدبلوماسية. إن شاء الله الدولة تعمل، الدولة ما زالت حديثة العهد، الجمهورية الثانية عمرها 5 سنوات، ثلاث سنوات عمرها سنتين ملي يكمل الدستور في خلال 2013 أو 3 سنوات الانتخابات صغيرة، سنتين في عمر جمهورية يتسمى شوية. ما عندكش عراقيل وقت تتصل بال لا ما عنديش، انا عندي سير عراقيل من الدولة يعني لا 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 لا, لا ما عندي حتى عراقيل تتصل باش تحكي وبرا تحكي ما فهمتي ولا في التطبيق اللي لازم اليوم انت شكون هو غدوة حيمشي رئيس بلدية باش تنجم تنسق معه، شكون جاي غدوة حي رئيس مجلس محلي تنجم تنسق معه، لكن على مستوى فهمت ولا تو ما تنجمش واحد نيابة خصوصية محافظ معين وزير الداخلية يمشي بتعليمات وزير الداخلية. تعرف احنا البيروقراطية اللي هي شادة ومكبلة، ان شاء الله بالحكم المحلي هذا اللي مش يصير نتخيل انا مدينة صفاقس مش ترجع الى حجمها وحجمها الطبيعي اللي هي تشارك في النسيج الوطني وتدر حتى على الجهات الاخرى، لان صفاقس هي عاصمة الجنوب وصفاقس هي جزء من هذا الوطن، وصفاقس هذا ساهمت في معمار مش كان في صفاقس، صفاقس هي ساهموا في المهدية، ساهموا في الساحل، ساهموا في تونس، في العاصمة، العاصمة تجمل الجميع، العاصمة ليس ملك البلدية التوانسة هي ملك الجميع، عليها العاصمة الكابيتال تلمد الناس كل، واحنا نمثلوا هنا نسبة كبيرة على الأقل 15 بين 15 و20% من سكان تونس العاصمة الصفاقسية، وخاصة المنازه والنصر وكذا وكذا، واحنا إن شاء الله نلعبوا الدور هذا نرجعوه احنا وأولادنا، لأن يعني فينا شكون كبر وما عادش عنده علاقة بصفاقس، نحاولوا نرجعوا هالروح هذايا بين عديد العائلات اللي موجودة في تونس ونعرفوهم. اليوم احنا نقولوا سي مختار الفخفاخ توفى، شكون اتصل بولده خالد؟ كيقولوا محمد دريس عنده ولده شكون اتصل به؟ ربي ان شاء الله يطول في عمره. فما عديد الاشخاص اللي لازم فما عملية تواصل مش تصير في الكوميونيكاسيون ان شاء الله، هذه تحب لها ناس تخدم ليلة مع نهار، احنا ما نجموش نتفرغوا لها، لكن لابد من إدارة عصرية وناس تكون فهمت ولا في مستوى ومنصف خماخم قادر على فعل الاشياء هذه. ما بقاك نقول لك شكرا على قبول الدعوه، ان شاء الله ما نكونوش لا لا بالعكس، هذا شرف لي انتم اللي انتم جيتوني وتعبتكم من صفاقس لتونس، وانا بالنسبه لي نعتبر هذا شرف لي اللي باش نحكي معاكم وشرف باش نشوفكم. واليوم انا ممكن بعثتوا لي عودتوا رجعتوا لي شحنه من الامل بكون صفاقس فما ناس تغير عليها ازيد مني وتحب ازيد مني، ومن منصف خماخم ومن محمد علولو فما جينيراسيون تحب الجهه ازيد من الناس القدم، وهذا يرجع الامل فيا ويبعث الروح. ولكن زاد في المقابل فما ناس اخرين نعرف متحمسين كيفكم وازيد وكذا نسبيا، ولكن كل من موقعي يعني كل موقعي، لكن لا للتعصب، لا للتفرقه، لا للتعصب، ونراجعوا تاريخنا زاد شوية، ما نبداوش فاهمين التاريخ. لأجدادنا أخطاء، لأبائنا أخطاء، لنا أخطاء، لابد من مراجعة، ولابد صفاقس أن تتصالح مع محيطها الجغرافي مش البيئي، لابد للصفاقسية أن يتصالحوا، وهذه مهمة جدا ومعبرة جدا، أن يتصالحوا مع أريافها مع معتمدياتهم. كيقولوا صخيرة نقولوا صفاقس، كيقولوا بيرالي بن خليفة نقولوا صفاقس، كيقولوا الحنشة نقولوا صفاقس، كيقولوا جبلينة نقولوا صفاقس. يجي الواحد تو تعرضوا في تونس انت منين يقول لك انا مش جبلينة، يا ودي عيب. لأن احنا ساهمنا باش يخليهم يقولوا. حتى من جزيرة قرقنا يقول انا مو. اي احنا عيب، احنا كنا ولا احنا لا محالة، احنا الكل نقولوا من جهة صفاقس. صفاقس هي تشمل الجميع، هي الأم. شكون ما قراش في لسات قرصون، شكون ما صوبش صفاقس، شكون ما يعرفش المدينة العربي، شكون ما يعرفش عبيد، شكون ما يعرفش عاداتنا وتقاليدنا. ولهذا ان شاء الله نقول اللي جاي احسن بكميه كبيره من الحب. شكرا. ونبذ البغضاء والكراهيه.